هنا المسؤولين الإسرائيليين خلال الأيام الماضية؟ ما تم دفع رجع يعني بشدور بس ما تم دفع كما نرى مشاهدينا ما تم دفع ما عنين أوتي ما تم بشدور מדווח מה אומר דובר צהל. מה אומר דובר צהל? מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים. הבנת אותי? מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים וכל החמאס האלה צריכים לשחוט אותם. הבנת אותי? כי אם אתם לא תדווחו את האמת, אוי ואבוי לכם. الآن لمراسلنا أحمد راوشة خلال مشاركته معنا على الهواء من أسدود. ما الذي كان يقوله لك أحمد؟ عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحاولون أو يراقبون ما الذي نتحدث وخرج مرة واحدة للصراخ بهذه الطريقة وللتهديد بطبيعة الحال. تهديد جديد للطواقم الصحفية كما نرى على الشاشة. عنصر من الشرطة الإسرائيلية يتدخل أثناء مشاركة زميلنا أحمد راوشة معنا على الهواء من أسدود. ليس هذا بالطبع هو التدخل طبعا هو مسلح الأول. يحمل مسدس. طبعا هو مسلح بطبيعة الحال، الآن ذهبوا من هذه المنطقة لكنه كان مسلحا وكان معه عناصر مسلحون داخل السيارة.